نود لكم مشاهدينا ومتابعينا عبر منصة هنا لبنان، معكم شرب الحنيني ومحمود الحلبي مباشرة من بكفية وتحديدا من كنيسة مريم خايل، لا نتابع نحن وياكم رتبة القداس الإلهي عفوا اللي كانت دعت له مؤسسة بشير جميل وعائلة الشهيد، فنتابع نحن وياكم القداس الإلهي. إلى المخلص الذي جعل خشبة صليبه سورا حصينا للعين ووضع سك خلاص ورفع نبيا وبجى الشعوب التي آمنت به أن يكون
عالم الشريعة وأين البحث في أمور هذا الدهر؟ أما جعل الله حكمة هذا العالم حماقة؟ بما أن العالم بحكمته معرف الله بحسب حكمة الله، رضي الله أن يخلص بحماقة البشارة الذين يؤمنون، لأن اليهود يطلبون الآيات واليونانيين يلتمسون الحكمة، أما نحن فننادي بمسيح مصلوب هو عذار لليهود وحماقة للأمم. وأما للمدعوين أنفسهم من اليهود واليونانيين فهو مسيح قوة الله وحكمة الله، فمن يبدو أنه حماقة من الله هو أحكم من الناس، وما يبدو أنه الله من الله هو أقوى من الناس، والتسبيح لله له. الآن يضرب سلطان هذا العالم خارجا، وأنا إذا رفعت
الإنسان الأجنبي رخصت في الكتائب اليونانية وعقلتها. ساعدنا النائب نبيل جميل وعقلتها. حضرت السيدة يمنى جميل وزوجها أصحاب المعالي والسعادة، القوى الأمنية والعسكرية، الهيئات البلدية والاختيارية والتربوية، فعاليات والنوادي، إخوتي أخواتي في الرب يسوع. نحتفل اليوم مع جميع كنائس العالم بعيد ارتفاع الصليب المقدس. بموته على الصليب حول يسوع المسيح خشبة الرعب والذل والمهان والهوان إلى شجرة الحياة، إلى صليب الصفر على الموت، وإلى جسر العبور من عالمنا المتفكك والمتضعضع والتاعس والمتخبط في العبثيات واللا معنى إلى مساحات القلوب والسعادة المطلقة ومن المعنى. فالصليب يرمز إلى جهات أربع للكرة الأرضية. بالخشبة الأفقية يحضر الصليب البشرية جمعا في تنوعها وتناقضاتها وانحرافاتها وحسناتها ومساوئها. وبالخشبة العالمية يرتفع البشرية إلى فوق ويحررها من أهل الزمن المحطم للنجوم. أمام هذا الصليب جثى الرئيس الشريف بشير الميمون، وعلى صدره رسالة، وتحت قدمي مصروف وضع مآسي لبنان وقبائله وتطلعاته وأحلامه وانتظاراته. وكما فرحت هنا أم أمبراطور الصبي باكتشاف خشبة الصليب وإخراجها من باطن الأرض على تلة الجلجلة، حيث ظن الجيش الروماني مدفوعا برؤساء الكهنة والحكمات والفارسيين أنه بقوله إياها ينهي آخر محطات القضاء على ظاهرة يسوع النصري. هكذا ارتبط الرئيس الشهيد بشير جميل بعيد ارتفاع الصليب في دار الصليب منذ 42 سنة، وطمأن المسيحيين القلقين والخائفين على مصيرهم في بلاد الأرز والشرق أن الأجناس ستبقى تقرع، وصليب المحبة والغفران والفداء سيبقى منتصبا على قدم الكنائس والأديان وعلى التلال والروابي وفي البهار والأضيحة. من رحم الأوجاع والقلب الوجودي، من رحم الانتفاضة على ويلات الزمن ومصائبه، ولد الرئيس الشهيد بشير جميل. فالمسألة اللبنانية استوطنت عقله باكرا وأصبحت هاجسه الأساسي. كانت تعبر ذاكرته باستمرار مشاهد متتالية من تاريخ لبنان المجيد والمأساوي. انضم بشير جميل بحماس والدفاع الحياتي إلى حاملي لواء القضية اللبنانية التي بذلت مع اللبنانيين الأوائل قبل المسيح، وراحت تتشكل رويدا رويدا حتى يومه على يد جماعات متنوعة ومن ثقافات مختلفة ومن خلفيات دينية متميزة، هاربة من شرط ظالم وقاهر يجمعها الألم والوجع والاضطهاد والسعي إلى إقامته في ربوع الدنيا. قد يكون بشير جميل تساءل في داخله بحرمة المرجوعين ودمعة المتحدين وغضب المنتفضين، هل اللبنانيون هم أحفاد سيسيفوس يسعون أبدا إلى إصعاد لبنانهم من القعر إلى واحات الحياة المستقرة والسلامية والمزدهرة؟ وما إن يقتربوا من الهدف حتى يفلت بلده من أيديهم ويتدحرج جنوب صفعا ومحطما إلى الهوة؟ هل هذا قبلهم أن يحاربوا أبدا بناء وطني ممنوع أو متعذر تحقيقه أو بتعبير آخر محرم أو محال؟ هل هذا تدرب أن يسعوا دائما إلى بناء وطن للإنسان وتتلاشى جهودهم في حلقة مفردة من النجاحات المحدودة والانتكاسات الكبيرة؟
عندما انتخب بشير جميل رئيسا لبنان في 23 من شهر آب سنة 1982، جميعنا تيقن أبدا بفرح واندهاش وغرور أن حلقة تأسيس مصر اللبنانية المفرغة قد انكسرت ووصلت أخيرا صخرة لبنان إلى قمة الجبل وترسخت هناك شريحة وابتدأ عهد جديد وزمن جديد. لهذا الزمن الجديد مقومات حددها الرئيس المنتخب في خطاب القسم الذي لم يقيد له أداء. إن أولى ركائز هذا الزمن الجديد إنما هي بناء دولة الأمة وليس دولة الإدارة، لأن دولة الأمة هي مؤسسة الطموحات والأحلام التاريخية، بينما دولة الإدارة هي مؤسسة التوظيف والملكية الرسمية. لبناء دولة الأمة خارطة طريق وحيدة، ألا وهي بناؤها من فوق إلى تحت، من رأس الهرم إلى أسفله. الفوق هو الذي يجوزن على ذاته جميع مفاصل الدولة وأجهزتها. فكما يبدأ الانقلاب برأس السمكة ويتمدد إلى آخر ذنبها، كذلك يبدأ الفساد برأس الدولة وينتشر في أجهزتها كافة. وإعادة بناء الدولة يخضع إلى القاعدة ذاتها. فالرئيس هو العمود الفقري في هذه الورشة الوطنية الفخمة. كان بشير جميل يعلن بدون كلام: لا نريد رئيسا لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له. لقد سبق بشير جميل بهذه المواصفات بثلاثة عقود ونهيب صدور كتاب الفيلسوف الكندي الشهير ألان بلوم لابنه نفسه بجارس حكم التافهين أو السطحيين في 2 تشرين سنة 2015. يشير بلوم إلى أن النزعة الطاغية في أيامنا الحاضرة تقوم على إيصال الأشخاص القادعين في وسطية عاجزة وسطحية وبدون رؤيوية ثاقبة وباعدة إلى قبل القيادة، وإبعاد الأشخاص الكاريزماتيين والمتألقين وأصحاب الرؤى التجديدية والمتعة. في خطاب القسم يقول الرئيس الشريف بشير جميل: أستشهد به، إن هذه هي المرة الأولى تتسلم فيها الأمة الدولة. وحين الأمة تتسلم الدولة توضح مبدأ التعايش بين كل المدنيين وتسقط شوائب الصيغة وتحيي الثقة بالميثاق الوطني، فتشعر كل المجموعات الحضرية اللبنانية بأنها مشاركة في الحكم ومسؤولة عن تقرير مصير الوطن. فليس لبنان وطنا مسيحيا، إنه وطن المسيحيين والمسلمين اللبنانيين. انتهى استشهاد. تسعى دولة الأمة إلى تغيير معادلة الواقع وإعادة هيكلتها تبعا لما يصل إليه المجتمع وينتظره ويحكم به. والمجتمع اللبناني منذ الألفية الثالثة قبل المسيح حتى يومنا هذا لم يفرط قط بمبدأ الحفاظ المتشدد وليغرز على الثانيات، انطلاقا من قاعدة التنوع التي تتحكم في الوجود الحسي بأكمله. في وجه الكلام، إن لبنان كما استساغه في فكره الرئيس الشهيد بشير جميل واستمد في الذود عنه كمشروع دولة توافقية انترنسيونال ديمقراطية برلمانية تحاكي موجبات العيش معا ضمن حق الاختلاف، لم يخرج يوما من دائرة المخاطر ولم يخرج أبدا منها، لأنه بلد الحياة والحياة لا تنمو ولا تزدهر إلا في المخاطر والمصاعب والأزمات. فلسفة قيامه تقوم على تآرب الاختلاف وتقسيم الأضداد وعدم تهميش الآخر المختلف وإخضاعه وإغلاقه، بل اعتباره طريقا إلى ذلك وشريكا كاملا عضويا في نظام تعددي وتوافقي مبني على مبدا تقاسم السلطه والحكم معا كروس كوميونيتي باور شير. اخيرا انني اخال الرئيس الشهيد بشير جميل واقفا امامه
لا تدعوا أنبياء الويل يكفت بملاك، لا تدعوا أنبياء الويل يتسللون إلى مربع أحلامكم وانتظاركم، لا تدعوا التاريخ والأسي وخيبته يقتحم حاضركم ويحطم دفاعاتكم نحو مستقبل أفضل. لا تموتوا على أطار الماضي، بل كونوا على الدوام، اليوم الأجمل هو الآتي. في المحصلة، إن بلدا كان في تدبير إقبال تاريخه وتحديد أهداف وجوده بطريرك علامة طوباوي وقديس عن الكوبي البطريرك اسمه الدوي، وكان في إعادة الحياة إليه وإطلاق نظامه السياسي الإشراقي التعددي بطريرك مكرم وقديس عن الكوبي البطريرك الياس الحوي، وكان وراء رفعه على منصة المرجعية العالمية للدول المتعددة ثقافيا ودينيا وحضاريا بابا استثنائي وقديس عليه به الله يوحناوس الثاني، وقامت ببنائه مدماجا مدماجا جميع المكونات اللبنانيه الدينيه والثقافيه، واستشهد من اجله رجل دوله خارق وطني وكاريزماتي ورؤيوي متجرد ومتفائل وشجاع ومدى عليه به الرئيس الشهيد بشير الجميل. ان بلدا كهذا لن يكون قدره إلا نجم مدى الحياة في فلك صليب المسيح الجامع هول العذبات وفرح القيامة. نؤمن بإله واحد. شوفي شوفي لنا